ويلكم لجندات، شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير يا جماعه. رجعنا لكم بالسلسله الاسطوريه مالتنا، ما راح ينتهي المقطع الى انا افوز بهذا البطل. قبل لا نقول لكم شنو البطل مال اليوم يا اخوان، عندي لكم خبر، خبر مفرح يا جماعه، لكن بنفس الوقت هو سوى لي شغلتين، شغله فرحتني شغله ضايقتني شويه. فوضو يا اخوان تزوج. اللي ما يعرف ضياء اللي دائما يطلع وياي بمقاطعي، صديقي اللي صار لنا سنوات احنا دائما سوا، تزوج قبل يومين الحمد لله، نسأل الله انه ان شاء الله يتمم له على خير والذرية الصالحة، وان شاء الله موفق يا رب يا رفيق الدرب. شي فرحنا حين انه ضوضو تزوج وعرف شنو، لكن بنفس الوقت يا اخوان صار يومين انا ما مكلم ضياء. اللي يعرف مكان ضياء وين بالضبط خلي يقول لي على لطيف، اريد يتكلم وياك يا جماعة. اللي ما يعرف يا جماعة، انا وضياء طوال هاي السنين او السنوات معرفتنا سوا حرفيا يومية احنا سوا، فاهم شنو؟ يومية سوا، يعني حتى لو ما نتكلم بالصوت وهاي نتراسل. عارفين يا اخوان ضياء تزوج صار له يومين ماكو، لكن برغم هذا يا اخوان نتمنى له التوفيق ان شاء الله يا رب والنجاح بحياته، وان شاء الله يا رب يتوفق. اوكي يا اخوان خلونا من ضياء، خلي يولي لا ضياء الشغل، طالما الخيارات هو يا اخوان فحاب اتخلص من هسه من اسوأ شخصية واكثر شخصية اكرهها بحياتي. يا جماعة راح العبها نبي وما راح ينتهي المقطع الى ان افوز بها نبي. فبدون ما اطول عليكم لا تنسى تخلي لايك اذا عجبك الفيديو، تشترك بالقناه ان شاء الله يعجبكم الفيديو لانه عن هنبي، رابط متجر تويلف راح تلقاه تحت بالوصف، ادعونا يا رب يا رب اخلص من هنبي. يا اخوان السلسله كلها بصفحه وهنبي بصفحه، مقطع اليوم او ماي جاد ليتس جو. اعمل نفسك يلا علاوي صدقني على من اول جيم راح تفوز وراح ينتهي المقطع وراح تخلص من نعلة هنبي نهائيا بعد ما لعبها طول حياتي. يلا يلا علاوي يلا يا جماعة تقدرون تساعدوني. يب اهرب 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 اهرب، اقسم بالله قاعد العب بها نبي وانا خايف يا جماعه. لا يا اخوان جيبوه مات ما ياخذها نبي. المشكله هذا عدى انسباير، اذا تواجه ويا مواجهه فرديه راح يشيلني. اوكي جونسون ميسنج يا اخوان. استعملت الاسباير، استعملت الت، حلو هذا الشيء اللي كنا نريده يا اخوان. شفتوا يا جماعه من اقول لكم هنا بخرا، شفتوا من اقول لكم هنا بزباله، ما حد يصدق بيها يا جماعة، والله والله العظيم مشكلتكم ما حد يصدق بيها يا اخوان. مواجهة واحد ضد واحد ومية لا عنده ألت ولا عنده انسباير يا اخوان، وشقني شق ودمه شار ربع وانا دمي فول. من اقول لكم انا بخرا ما حد يصدقني. شلون كمية دمج عالي يا جماعة؟ الو جولد اعلى من عدها يا اخوان، حرام هيك يا اخوان. واحد 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 لحد الان سكورنا زين. علاوي لا تشغل الحمار وتبعر ام الجيم، ها خليك طبيعي ولعب لعب حلو. مين يشقني يا اخوان؟ انا يرادلي جيمين يا جماعه على ما اصير بيلد شويه براسه خير حتى اقدر اهجم. يرادلي جيمين، الجيم الثاني يلا اهجم يا اخوان. يعني شو تتوقع؟ والله شو تتوقع؟ اقسم بالله شو تتوقع هاي الحركه النذله؟ يعني شو تسوي هنبي؟ ما تقول لي، شو تسوي هنبي يا اخوان؟ هنبي شو تسوي بام اللعبه؟ انا بعدين ما اعرف ليش كل ما احكي وياك كل ما اسولف وياكم شويه اموت يا اخوان. اذا رصيتها بالت. حلو راح الكل ها؟ يلا عادي. ساعدته. لا 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 ماما! يا جماعه ساعدوا امي يا اخوان!
ساعدني يا اخي ميج ميسنج بالماب راح يجون على امها نبي ميسنج بالماب كل ما اشوف ميسنج معناته هنا بميت يا اخو هاي العنصريه شوي اعطوني فارم اعطوني وقت بس نص ساعه يا جماعه نص ساعه لازم نصيد هذا روح 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 انت تستطيع روح ايه ابلع ابلع ولك دور 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 حلوة وحش صحيحة صحيحة يا جماعة إذا يجيني جوهد اباعوه هيك بالضبط هذا اللي أقصده والله هذا اللي تقصده أقسم بالله واو يا أخوان أنا على واحد بالتيم ثاني على واحد بالجيم نايس بس برغم هذا يعني ماكو لا دمج ولا أكو أي شيء يعني فاهمين شنو الوضع ماكو أي شيء يعني حرام حلو لا 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 الحمد لله الحمد لله طلعت يس يا اخوان رب قالت على لورد مال فيكسانا حلو جونسون 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 بالله بالله صير قدامي واو 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 يا اخوان شنو ام الدمج هذا حلو لا 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 ارجع ارجع خلاص ارجع والله يا سيبر كان المفروض تجي انا اقسم بالله لا يا اخوان لا تموتوا اخ يا جماعه لا تموتوا اخ 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 بس اخ سيبر اسلم سيبر او ماي جاد او ماي جاد الله يلعن هنبي يا اخوان الله يلعن هنبي اي والله لا ارجع لا ارجع يا اخي يا اخي ارجع يا اخي يا اخي ارجع يا البرج الداخلي يتعرض للهجوم يا جماعة ليه بتسرع أهلي دمج يعني مو فاهم ليه بتسرع عدي دمج يعني أنا باليوم تشتغل يعني لا 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 صعب انسى شوفوا يا أخوان ماكو دمج ولا والله ماكو دمج تخيلين لورد لورد شوف باوع باوع دمج جونسون علي يا جماعة بالله عليكم يا أخوان هذا كلام شفتوا شفتوا يا أخوان شنو أسوي بعد شنو أفعل بعد شو أسوي شفتوا قسما بالله خليني ساكت فول بيلد أنا يا جماعة باقي السلاح يصير فول بيلد بالمناسبة جولد يعلى من 100 حتى أبين لكم إيش قد هذا البطل سيء إيش قد هذا البطل زبال ارجع ارجع يا صاحب ارجع يا أخي موت بالله أريد واحد يموت أريد واحد يموت من دمجي بينه واضحة لا تضربني الله يلعن من المريخ اجى من المريخ موجه باليستي اجى باليستي على راسي المفروض هسه دمج نار يا جماعه والله المفروض والله دمجي قوي يا اخوان خرع على هنبي خرع على هنبي حرام يا اخوان او ماي جاد او ماي خلاص 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 ارجع خلاص البيس يا اخي البيس الو البيس يا خرا لا بس ثبتوا ثبتوا لا تخلوا من يجيبه حرام يا اخي حرام يا اخي جيبه
انت اللي بدأت. انا اخرس. لا 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 يا انت اللي بدأت. شاكر شاكر. ولي الله يا جماعة دمكم كم يعني اسوأ من انه هنبي يا اخوان هيك تيم. صبرني يا رب على هذا المقطع يا رب يا رب يا رب عديها بسلام يا رب. ماكو حد يموت اليوم لو ينتحر يا رب. بسم الله وعلى بركة الله. يا الله ما اعتبره فوز هذا يا اخوان. اول شيء نقلني السيرفر ثاني. ثاني شيء فلبيني جو كروني يا اخوان ما اخذ برونت العن ابو اللعبة. هنا البيلد يا جماعة هذاك مال ديمون هانتر والجولدن ستاف كل السيء والله. هي مشكلة إذا يظلون يلعبون دو هذولي في الدي. أوسخ من كده مفيش. أنجلا. أوسخ من كده مفيش. حرام عليك. حرام عليك. حرام عليك جيلو فلبيني. يا اخواني يا عايزه بال او ماي جاد. قبل ما تعلمني واو هريد كل يا جماعة لا اضرب موتيفيشن صح. نايس والله قاتو تلعب والله تونيكل قاتو تلعب يا جماعة والله قاتو تلعب حلو وحش يا جماعة. بالمونت حيل سيء يعني قد قيمة التوقع عندك انه شخصية سيئة. بالمونت فوق الخيال يعني. حلو تيم والله العظيم سويتها صح يا اخوان بس والله العظيم شوفوا الله يخليكم. خلنا انجلا تعال انت التانك مالتنا يا اخي يا اخي تقدم يا اخي ستكون بحال افضل يا اخي تقدم يا اخي موتتني موتتها لي شقيتني شق والله العظيم شقيتني شق. بالموند يا اخوان عنده شغلتين لو يتخلص من عدهن ماشي يصير لعيب لو يتخلص من عدتين نقدر نسميه يلعب موبايل ليجنز. اول شيء يضرب الالت مال تبعي وقت ثاني شيء ما يستعمل ريتريبيوشن. واو واو يا اخي يرحم امك يرحم امك انت يصير عندك دمج.
الله يرحم اهلك يا اخي. هذا البيلد هذا لو اطيل اي بطل هسه يشق الكوكب يا اخوان. ماكو دمج يا جماعه. سدعوا ادعوا يانا يا اخوان. يا رب يا رب هنا بسرعته شوي دمج. يا رب يا رب. واخذت اقوى اسلحه بام اللعبه يا اخوان. كريت ودمج وسرعه هجوم وخره. شنو اخذ بعد يا جماعه؟ قاعده تاذى والله. ممكن اتحرك؟ ممكن اتحرك؟ ايه العم هاتش لعبة يا اخي. بيل شوها شوها. اضرب بالت واخيرا سويت لك شي براس امها. واو يا جماعة. لا 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 تخيلوا يا اخوان. بس لكم ان تتخيلون يا جماعة. لنت رامي وهنا برامي. بالله عليكم واحد يجاوبني يا جماعة. كلينت رامي وهنا برامي يا أخوان. مستحيل. يلا يا أخوان نقدر. والله نقدر. ما أعرف شلون راح نفوز بس نقدر يا جماعة. والله العظيم نقدر. شوف الحمار. شوف الحمار. طبع. شوف الحمار يا اخوان. مو هو حمار واحد يخرب عليك ام اللعبه. يمر لك ام اللعبه كله. شنو هي كل شيء يا اخوان؟ شنو وضع امه وجورسون؟ مو معقوله يا اخوان مو معقوله. الف جيم يطلع ضد جونسون يجي يلزق بالماب باي مكان. Let's go. يا اخوان كرامة لأهاليكم لورد يا اخوان. مستحيل مستحيل. شوف ام الوضع. شوف ام الوضع يا اخوان. وان حلوة. قدرت اجيبه. حلوة حلوة. روح 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 روح. تقدرون والله تقدرون. روح 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 روح. تقدرون تجيبون له. حلوة حلوة. لا 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 البيس البيس مو كلكم مو كلكم. بالموند خليك. بالموند خليك. قاعد تخليك وي بالموند. قاعد تخليك وي بالموند. روح كمل لورد كمل لورد. لا يا جماعة. حلوة حلوة. تقدرون تشيلونها. حلوة حلوة. روح روح روح. تقدرون. هاي شنو؟ ما ضرب روتيبيوشنات. روح خرع على نبو على اللي يلعبه. روح. لا حد يقول له هنبي بعد. اقسم بالله لا حد يقول له هنبي بعد. اذا فزت لا حد يجيني يقول لي العب هنبي. لو اخر يوم بعمري يا اخوان. خلص الله يلعن هنبي. انه الجيم انه الجيم انه الجيم انه الجيم بالبيس. بالله 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 تنهي. بالله تنهي. راح يا جماعه فوز بهنبي يا اخوان. بالله تنهي. بالله تنهون. اخ واخيرا. شكر لك يا رب. الحمد لله والشكر لك يا رب. خلصت من هذه اللعنه يا اخوان. صدقوني يا جماعه والله وش قاعد احلف لكم. خفت كانت هنا باسوا بطل. هسه اسوا بطل وياها بصمه كفاءه وباصمين رؤساء العالم كلهم. وشكوا لعبه تسوى العاب تصنع العاب باصمة انه هذا ازبل بطل نزل مو بتاريخ موبايل ليجنز بتاريخ اللعبة كاملة. هذا ازبل بطل ممكن تشوفه بتاريخ اي لعبة موجودة بهذا العالم. اسوأ بطل ممكن يطلع لك يا اخوان. التكافؤ صفر. التكافؤ صفر. ماكو شيء اسمه تكافؤ بهنا بوي الرماد. صفر صفر بالليت جيم يا اخوان. اي بطل اي بطل يقدر يشيلك وهو ربع دم. اتحداك تدخل بهنبي على بطل تقدر تجيبه وهو دمه ربع. اذا ما يجيبك هو المشكله مو هنا يا اخوان. المشكله لما يضربك وانت تدمج بيه دمه يصعد. اللايف ستيل مال البطل اللي ضدك اقوى من الدمج مال هنبي يا اخوان. انا مو فاهم فكره واحده يا جماعه. هذا البطل ليش موجود بداخل هذه اللعبه؟
وليش سويتوا له ريفامب؟ خليتوه أسوأ. فرحانين الناس جاي تتنمر على هذا البطل. يا أخي البطل مو طبيعي، البطل السيء لدرجة غير محدودة يا جماعة. شنو هذا؟ شنو كلينت شيني فيرست وحدة يا أخي؟ أضرب بي مثل الحمار، مثل الحمار أنا بي قاعد أضرب بي، ماكو أي دمج. يعني تخيل ضربة 3 ضربات ينقص ربع من دمه، يضربني ضربة بيسك يرجع دمه فوق. اللي قل لي اعطيني نصيحة، وهاي النصيحة الوحيدة والله العظيم لا تلعبها نبي، النصيحة الوحيدة اللي ممكن أقولها إلك يا أخوان، لا أرد أقول لكم نصيحة سووا هيك بهنبي وسووا هيك. إذا أنت جديد باللعبة ادخل على كل الأبطال، لا تأخذ هاي الشخصية، أخذ ليلى، أخذ ميا، أخذ كل الأبطال اللي مصنفين إنهم يوزلس حاليا. ميا بالمناسبة مو يوزلس، ميا بطل قوي حاليا. كل الأبطال اللي مصنفين إنهم يوزلس أخذهم، أخذ أي بطل تريده. ابتعد عن شخصية اسمها هنبي داخل اللعبة، صدقني ما راح تتطور باللعبة أبدا، ما راح تتطور، ما بيها أي شيء يدعي للتطور. بس هذا النصيحة الوحيدة اللي أقولها لكم عن هنبي. والريفان مالتها سواها أسوأ بعد. نعم يا أخوان، شكرا لكم على المتابعة، الحمد لله قدرنا نخلص من هنبي، باقيت لنا عقبة واحدة بهذه السلسلة وهي فاني. توقع فاني طالما أنه وهنبي خلصناها يمكن 3 أيام، فاني راح نتبهذل يا أخوان. يلا نخلص فاني، يمكن 12 جيم يا جماعة، فما أعرف شو نسوي، يمكن أجيب بلاك ليست وادخلوا ياهم 5 على مود يفوزوني بالجيم اللي هيك يا اخوان. فشكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا تخيل لايك اذا عجبك الفيديو، تشترك بالقناة. شوفكم مقطع جديد بمال لا لجندات. قرأ على نبي.